الأخت عديلة الروح وهي الأم الثانية، واليد الحانية، والصديقة الحميمة، والذكريات القديمة. منزلة أخيها في قلبها أغلى من الماء والهواء، ولا يمنعها من الإفصاح عن مشاعرها إلا حياء النساء. أحفظ الناس للود والجميل، يرضيها من أخيها القليل، فقده عندها مصاب جليل، كخيمة سقط عمودها فالريح بها تميل. الإحسان إليها فضل وإيمان، وباب من أبواب الجنان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن فله الجنة. لم يمت أبوها من كان عندها أخ رحيم، ولن تشعر بالخوف من كان عندها أخ عظيم، ولن تحس بالجوع من كان عندها أخ كريم. فأحسنوا إلى أخواتكم إحسان الأب الموجود، وتوددوا إليهن تودد الأخ المودود، وأكرموهن إكرام نهر العطاء والجود، واحفظوهن وكونوا لهن كالركن المشدود. ليس من الدين ولا المروءة أن يبيت الرجل وأهله في هناء، وأخته تعيش في هم وعناء، تتقفر صدقات الغرباء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. جاءت امرأة إلى الحجاج تستشفع في زوجها وابنها وأخيها الأسرع، فقال: اختاري واحدا منهم. قالت: الزوج موجود، والابن مولود، والأخ مفقود، أريد أخي. فالزوج موجود فيعوض، والابن مولود فيولد، لكن الأخ لا يولد ولا يعوض. قال: أطلق الثلاثة لفصاحتها.